سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفه اللي هو المقروط الكوشه، او راح يجيكم بزاف مرمل وبزاف معسل للداخل. ما نطولش عليكم، نروح قبالة كيفية التحضير. اول حاجه هنايا عندي 3 كيلات سميد متوسط، الكيله الثالثه ما نعمروهاش، انا راح نضيفوا لها يعني ربع كيله، نضيفوها فرينه. من بعد نزيد نضيف 2 مغارف كبار تاع السكر عادي، نزيد نضيف قرصه تاع الملح، ونضيف مغرفه صغيره لافاني، نخلطهم مليح. من بعد نضيف كيله غير ربع سمن، ونزيد نضيف لها الزيت كما راكم تشوفوا، ونخلطها مليح، يعني نحكها مليح بيديها حوالي 5 دقائق هكذايا. شوفوا كيفاش، يعني هذاك السميده راح ينطلع لكم. هنايا نغطيها ونخليها تبات ليله كامله، حتى ليلتين حتى 3 ايام. من بعد ما باتت وخليتها، هنا كنت ضفت لها حبه تاع البيض، خلطتها مليح. من بعد ضفتها لهنايا السميد، خلطوها مليح كما راكم تشوفوا. هنايا راح نجمعها بالماء وماء الزهر هكذايا، نجمعها ونخليها ترتاح حوالي دقيقتين حتى 3 دقائق باش تتشرب لنا هذاك الماء والماء الزهر. بالنسبه للحشوه، هنايا عندي 3 كيلات لوز مع نص كيلة تاع سكر، كنت لهنايا طحنتهم، زدت ضفت لها مغرفه صغيره لافاني، وضفت لها مغرفه كبيره سمن، ورشيتها بالماء الزهر، يعني تشمقوها بالماء الزهر. هنايا نشكل الكرة، شوفوا بعد ما ارتاحت العجينة، يعني تقدروا تشكلوا بها. راني حنشكل فيها هذايا الطابع تاع القلب أو أي طابع يكون عندكم. هنا مش حنستعمل الميزان، يعني عينكم ميزانكم. نشكل كرة، من بعد نعمل فتحة في الوسط، نحط الحشو، نعاود نغلق عليها ونكورها مليح. من بعد نحطها في الطابع ونشكلها مليح في الطابع باش تاخذ لنا الشكل. شوفوا ما شاء الله كيفاش تجي الحبه، راح تجيكم فينيا وشكل تاعها بزاف شباب. نشكلهم كامل بنفس الطريقه. من بعد في الاخر قلت لهنايا ضبط لها اللوز، حطيته في البياض وحطيته فوق لهنايا الحبه، ندخلهم الفرن على درجه 160، طيبهم من تحت، من بعد نشعلهم من الفوق بس ما تاخذ هذيك التحميره. من بعد غير يخرجوا مسخونين ونكونوا حنايا وجدنا الحسيله، نضيفوا لها الماء الزهر، يعني ما نخلوش الحسيله هكذاك ثقيله، يعني يكونوا خففناها تكون الحسيله بارده. من بعد كما قلت لكم غير يخرجوا من الفرن، نحطوهم مباشره في الحسيله، نخلوها نص ساعه ولا ربع ساعه، يعني قد ما يقعدوا في الحسيله هم راحين يتعسلوا لكم من الداخل. شوفوا ما شاء الله، يعني وراح يجيكم بزز بزاف طري من الداخل ومعسل. ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في التحضير. قولكم سلام، تهلاو في روحكم.